السلام عليكم احبائي ومرحبا بكم من جديد في قناه امل كيتشن. اليوم غادي نوجدوا شوربه سريعه التحضير وكذلك صحيه ومفيده وهي شوربه القمرون. غادي نخليكم مع الطريقه. في طنجره الضغط العاديه على نار هادئه غادي نوضعوا جوج معالق ديال زيت المائده وغادي نضيف لهم بصله صغيره مشلضه. وكنذكر بان هذه الشوربه هي بالنسبه لجوج ديال الناس ويمكن لكم تضعفوا المقادير والكميه ديال المكونات. غادي نخليو البصله ديالنا تشحر لمده 5 حتى 10 دقائق وكذلك غادي نزيدوا لها الملح والابزار. من بعد ما طهينا البصل ديالنا لمده 5 حتى 10 دقائق غادي نضيفوا كميه ديال 250 غرام ديال القمرون او الشيم. غادي نخليوه يطيب وحتى تنزل لان عندي كان عندي ديجا في الفريزر. وغادي نخليو القمرون ديالنا يطيب حتى يتحل ويرجع اللون ديالو وردي. من بعد ما طابنا القمرون نصف طيبه ورجع اللون ديالو وردي غادي نضيفوا له مقدار ديال ربع كوب ديال جرين اونينز البصله الخضريه مشلضه وكذلك جوج حتى ثلاثه ديال المعالق ديال القزبور ومعدنوس مفرومين. وغادي نخليهم يطيبوا كذلك لمده 15 ديال الدقائق وغادي نضيفوا لهم الماء. هنا ضفنا مقدار ديال جوج كيسان كبار ديال الماء وغادي نخليو هاد المقادير مع الماء حتى يغلاو حتى نشوفوا الماء طلع كيغلي. وغادي نضيفوا له الشعريه الصينيه مقدار ديال 60 حتى 50 غرام. الشوربة ديالنا هي بالنسبة لجوج ديال الأشخاص وكما ذكرت من قبل يمكن لك تضعفي الكمية والمقادير ويمكن لك كذلك تزيدي وتضيفي خضروات أخرين كالجزر خزو أو القرعة أو حتى السبانخ واللي كان عندك موجود في الدار. وهذه الشوربة كتجي لذيذة بزاف وصحية وما فيهاش بزاف ديال يعني كنصومو نهار كله وخصنا شي حاجه اللي هي يستفد منها الجسم. كنشكركم بزاف على المشاهده وكنشكركم بزاف على التعليقات وكنذكر كل في كل فيديو ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه للمزيد من العطاء وشكرا.